السؤال الأول، ماذا تفعل لو كنت كل واحد من الخمسة الكبار في انتخابات الرئاسة؟ السؤال الأول قبل أن نطرحه بالنسبة للدكتور مرسي أو الفريق شفيق أو الأستاذ حمدين أو الدكتور عبد المنعم أو الأستاذ عمرو موسى، هو نقطة منطقية. كل الناس دي في حالة تنافس على انتخابات رئاسة، أي حتى تكون رئيسا، لكن أنت ما تعرفش صلاحيات الرئيس. في نكتة يتم تداولها على الاس ام اس على التليفونات، فحبيت احطها لكم على الشاشة علشان ممكن، على فكرة من عبقرية الشعب المصري ان هي تلخص طبيعة الوضع السياسي اللي احنا فيه. النكتة دي بتقول ايه؟ بتقول: اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا. ده زي القسم اللي هو بيحلفه الرئيس، يعني الرئيس الجديد هيقسم: اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري اذا فضل، وان احترم الدستور اللي هو لسه ما اتكتبش لما يكتبوه، والقانون لما ابقى اعرفه. ارجو تتاملوا هذه العباره، لان هي في النهايه تلخص قضيه دستوريه عميقه للغايه، وهي صلاحيات الرئيس. فاحنا قبل ما نبتدي نتكلم على منافسه في مشكلة صلاحيات الرئيس، أسأل الدكتور عمرو في النقطة دي في إجابة سريعة عشان نخش في موقف كل مرشح. على الأرجح، وأستند هنا إلى حديث الدكتور مرسي، سنظل مع الإعلان الدستوري إلى أن نذهب لجولة الإعادة وينتخب الرئيس. لا حديث على الأقل من جهة الإخوان، وهي الجهة الأهم، عن إعلان دستوري مكمل لضبط الصلاحيات كما أشرنا من قبل، العلاقة بين الرئيس، الحكومة، البرلمان، مسألة الرئيس والمؤسسة العسكرية، العلاقات المدنية العسكرية. لن يحدث الكثير، سنظل مع الإعلان الدستوري بالمادة 56، تحدد مجموعة من الاختصاصات. يعني توقع حضرتك ببساطة شديد أنه رئيس مصر هيقسم اليمين الدستورية على الإعلان الدستوري، على الإعلان الدستوري كما بس. كما فعل أعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشورى. طيب، ماذا تفعل لو كنت الدكتور محمد مرسي الآن النهاردة اليوم ده؟ الدكتور مرسي هيكون عليه أنه يقول كل ما يقول ويعمل، بس أهم حاجة الأول يعني يفكر، والتفكير ده يترجم في إجراءات وكلمات، كل ما يؤدي إلى تحقيق أو إلى خلق اللي هو أسماء جبهة الجبهة الوطنية، الجبهة الوطنية للوقوف ضد بقايا الفساد والنظام السابق إلى آخره. بس الجبهة الوطنية دي مش جبهة تلقائية بأنك تعزم ناس ويعني تحاول أنك تراضيهم، ولكن بالفعل ممكن تشرح في سطر بسيط فكرة الجبهة الوطنية بتبقى عبارة عن إيه ببساطة؟ الجبهة هي تقول تحالف ما بين مجموعة من الفصائل أو الطيارات أو الأحزاب اللي عايزة في النهاية أنها توصل لتحقيق هدف محدد. لو حضرتك تفتكر أو السادة المشاهدين يفتكروا، من أسبوعين سمعنا كده، لقينا الصحف الإسرائيلية بتحتفي بأن موفاز اللي هو رئيس أكبر حزب معارض بيلتحق بالحكومة الائتلافية اللي هي بالفعل فيها خمس أحزاب قوية جدا. ليه؟ التحديات اللي بتواجه الدولة الإسرائيلية، انتخابات في مصر مش عارفين مين اللي يفوز فيها، سوريا مضطربة، إيران، والوضع فبقولك إذن هذه ليست لحظة انقسام، دي لحظة فلتعلو إسرائيل وليكن ما دونها كل إسرائيلي، دي لحظة خلق جبهة وطنية. المفروض بس دي ناس عندهم تقاليد يظهر كده صرف النظر عن رأينا فيهم، لكن في النهاية طبعا هم في آية في القرآن كان بتتكلم عن يهود الجزيرة العربية، تقول لك بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يظهر والله أعلم أن احنا اللي ابتلينا بهذا المرض وهم لا بيعرفوا. فهو لازم فعلا يعمل هذه الجبهة، بس مش بس يتكلم عنها، وإنما أنه يقعد مع السيد عبد المنعم أبو الفتوح والسيد حمدين صباحي وإخواننا. إحنا في لحظة محتاجين فيها أن إحنا ننطلق بهذه البلد إلى أفق جديد. أيوة بس كويس. السؤال دلوقتي هو لو كان ده سؤال، لو لم يكن مرشح الإعادة اللي قدامه هو الفريق شفيق، كان مثلا الأستاذ حمدين، كان سيدعو أو ستدعو جماعة الإخوان المسلمين، خلي بالك من السؤال ده طبعا مفهوم، إلى مواجهة مفهوم جدا، مفهوم إلى مواجهة جداً الفساد وإلى حماية الثورة وإلى تحقيق أهداف الثورة؟ يقينا لا، كان هتبقى لغة الخطاب هو نقطة قوتي،
الشريعه الاسلاميه، هويه الدوله يعني هيبقى طبعا حوار مختلف، بس انا مش عايز اتكلم في الجزء ده. طب وهل كان هيبقى في عروض صفقات لاخرين بنفس القوه، ولا لا. كانت جماعه الاخوان هي بقوتها الاخوان بمجموعة السلفيين جماعه اسلاميه هيكون هو دي الجماعه؟ استاذ عمرو نفس السؤال يا دكتور عمرو. بكل تأكيد كان الخطاب سيأتي مختلفا، مركزا على نقاط تميز مشروع الإسلام السياسي في مواجهة غير الإسلام السياسي من داخل المعسكر المنتمي للثورة بأطيافها الواسعة، وبالتالي كان سيركز على تطبيق الشريعة وعلى المرجعية الإسلامية وعلى مجموعة من الأمور التي شهدناها في الانتخابات التشريعية. ولكن أنت سألت ماذا تفعل لو كنت الدكتور مرسي النهارده؟ يعني هناك اربعه امور في المؤتمر الصحفي ملامح للاربعه امور بالفعل. الامر الاول استدعاء الثوره واهدافها على نحو متصاعد. الخطاب سيستدعي الثوره واهداف الثوره على نحو متصاعد، عد الى المؤتمر الصحفي تجد هذا. النقطه الثانيه صناعه لحظه خطر، وهذه مساله هامه للغايه. انت تصنع لحظه خطر بمقولات مثل الثورة تضيع، ضرورة حماية الثورة، النظام الصادق الحقوا يا جماعة، الحقوا يا جماعة. لحظة خطر، تصنع لحظة خطر، خطوة الثانية. الخطوة الثالثة وإزاء هذا الخطر، ما هو الإجراء المقترح؟ أن تشكل جبهة وطنية واسعة لكي تتدارك هذا الخطر. خطر كبير. الخطر هناك، خطر علينا، خطر على الثورة، الثورة تضيع، فلنشكل جبهة وطنية واسعة. أنا بالمناسبة لست بمختلف على الإطلاق مع هذه النقاط الثلاثة. أنا مختلف مع النقطة الرابعة، ما أرتبه على استدعاء الثورة وأهدافها، ما أرتبه على لحظة خطر تهدد بضياع حلم الدولة الديمقراطية. لا أشكك في الجبهة الوطنية وأهميتها، أشكك فقط في الإجراء الرابع، الخطوة الرابعة التي يبنيها على هذا، وهي ما الذي يعرضه، ما هي البضاعة المعروضة. البضاعة المعروضة شراكة، لن نستأثر لا بالمؤسسة التشريعية ولا بالمؤسسة التنفيذية ولا بصناعة وكتابة الدستور، لن نستأثر. هذه العبارة عليها علامات استفهام. يعني انت عايز تقول بتلف وتدور في مشكلة مصداقية. مشكلة مصداقية حلها اعود مرة اخرى حل جذري، وده استقراءه لمجموعة الوعود السياسية تحديدا. طب في ناس بيقولوا في ناس بيقولوا زي مثلا الاستاذ المحترم ابو العلا ماضي، ان بيقول على جماعة الاخوان ان تعتذر عن اخطائها، يعني تعلن اخطائها وتعتذر عنها وتبدا صفحة جديدة. وقد اعتذر، يعني عشان اقولها طبعا بشكل رسمي صعب، لانه يعني دي مش جزء من الثقافة المصرية التقليدية، مش مع الاخوان بس، هي بصفة عامة. انما لا، مثلا الدكتور محمد البلتاجي في مرة كده كتب اعتقد حاجة على الفيسبوك، وكان بيقول فيها احنا بنعتذر للشعب المصري ان احنا ما نزلناش في كل المرات اللي استدعى فيها الثوريون الاسلاميين في مواقف مختلفة، ولكن اعتبر هذا انذاك ان ده الدكتور محمد البلتاجي يعتذر بنفسه لاسباب خاصة. لكن هو الدكتور البلتاجي الصراحة حالة محترمة جدا يعني في الحياة السياسية المصرية. السؤال هل هو يعبر عن نفسه ام يعبر عن الجماعة؟ ده سؤال يعبر عن فصيل، عن طيار داخل الجماعة. لا أعلم تحديدا وزن هذا الطيار النسبي، أهميته في صناعة القرارات. دكتور البلتاجي قال من ضمن ما قال حين اعتذر ظلم الإخوان أنفسهم بترشيح مرشح في الانتخابات الرئاسية. كان هذا رأي الدكتور البلتاجي وطيار داخل الجماعة، لكن هل هذا الطيار مؤثر في صناعة القرار؟ فيما يبدو لا. بعد الاستراحة الإعلانية ننتقل إلى نقطة مهمة جدا، وهو ماذا تفعل لو كنت الفريق أحمد شفيق اليوم أو هذه الليلة أو صباح الغد. تابعونا.